متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الحسيمة. فالخبر العاجل والمباشر، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 228 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 6 من يوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 14607، فيما بلغ عدد الحالات الشفاء 10639، وبلغ عدد الحالات الشفاء في أقل من 24 ساعة 466 حالة شفاء، مع الأسف 3 ديال الوفيات، ومجموع الحالات ديال الوفيات 240. أما الحالة المستبعدة بعد التحاليل مخبري سلبي بلغ 786722 حالة. إذا أخوتي، مزيدا من الحذر، مزيدا من الحذر، خصنا نزيدو نلتزم بقواعد النظافة والسلامة الصحية، ونعملو الكمامة ديالنا طبعا، وما نخرجوش من المنازل ديالنا إلا ما عملنا شي الكمامة، يعني كما كيعرف دابا، كما كيعرف الجميع، لأنه بعد ظهور البؤر العائلية، داكشي اللي شفنا في طبعا في لالة ميمونة، في نواحي قنيطرة، اللي شفنا في الجديدة، داكشي اللي شفنا في العيون، داكشي اللي شفنا البارح طبعا في أسفي، يعني أرقام مخيفة، أرقام مرعبة، يعني هاد الشيء أخوتي ما كيفرحش وما كيبشرش بالخير طبعا، أرقام مرعبة، أرقام مخيفة مخيفة أخوتي، خاصنا نزيدو ونحذيو ريوسنا ونزيدوا التزموا 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 بقواعد النظافة والسلامة الصحية. وطبعا يعني القرار ديال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يعني يوم الأربعاء 15 يوليوز تفتحوا المساجد في وجه المصلين، يعني طبعا خاصهم يعني يعملوا الاحتياطات ديالهم، وكما قلت يعني يعملوا مسافة الأمان، يعني اي واحد يعني بغى يدخل المسجد طبعا خاصو يعقم راسو عند الباب ديال المسجد ويعمل الكمامه، وواحد يعني المتر ونص طبعا ديال مسافه الامان. اش غادي نقول لكم اخوتي، الارقام ما بقينا فاهمين والو، كل مره كنشوفوا رقم كيطلع كيهبط، رقم كيطلع كيهبط، ما بقينا فاهمين والو، يعني في عهد كورونا، في زمن كورونا، ما كناش كنشوفوا هذه الارقام، الارقام مخيفه، الارقام مرعبه اخوتي، يعني هذا الشيء ما كيبشرش بالخير، وهذا الشيء ما كيفرحش اخوتي بمره، يعني الله يلطف بينا وصافي، والله يحفظنا، وكنتمنوا من الله يبعد علينا هذا الوباء هذا في اقرب وقت ان شاء الله يا رب، وترجع الامور كيف ما كانت من قبل، لانه كنتفاجئوا كل يوم، كنتفاجئوا كل يوم، كنشوفوا بؤرة جديدة في مدينة أخرى. إذا أخوتي المغاربة، حذاري ثم حذاري ثم حذاري ثم حذاري، لأنه الفيروس هذا مازال منتشر بيناتنا، هاد كورونا هادي راه مازال كاينة، خاصنا نزيد أخوتي نحضيو ريوسنا ونلتزموا التزموا التزموا بقواعد النظافة والسلامة الصحية والتباعد الاجتماعي والجسدي ومسافة الأمان، يعني كما شفنا مؤخرا يعني عدة محلات تجارية استأنفوا العمل ديالهم، أصحاب المقاهي والمطاعم وطبعا الفضاءات العمومية والشواطئ وإلى آخره. إذا خصنا نزيدو نحضيو ريوسنا ونلتزموا نلتزموا، وغير نخرجوا من المنازل ديالنا خصنا نعملوا الكمامة ديالنا. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.